اهم شيء فيه اللي هو كيف ممكن الرضاعه الطبيعيه تمنع سرطان الثدي. يعني انت عارف سرطان الثدي صار كثير من الناس يعانون منه، فشلون الرضاعه الطبيعيه ممكن تمنع هالشيء؟ صحيح. هلا بدر، هيدي الدراسه طلعت بعد ما لاحظوا انه سرطان الثدي زاد بالسنين اللي زاد فيها بدائل حليب الام او الفورمولا، فانتبهوا لهذا الشيء الباحثين وصاروا يدققوا بالموضوع اكثر. بعدين صاروا ينتبهوا انه اوكي خلينا نقارن البلاد الغنيه او المتحضره أو المتقدمه بالبلاد الفقيره، وفعلا لقوا بالبلاد الغنيه اللي عم بيكون فيها اقل نسبه رضاعه طبيعيه واكثر اعتماد على بدائل حليب الام عم بيكون عندهم سرطان ثدي اكثر من البلاد الفقيره. فلاحظوا انه لا فعلا في هذا التاثير. صح، صدقي الاطفال عاده تلاقي مناعتهم قويه جدا في دول العالم الثالث مثلا بسبب انه يرضى رضاعه طبيعيه. مزبوط، لانه ما عندهم اليوم اوبشن، ما عندهم هذا الخيار. لما صار في عندنا خيار بالبلاد الغنيه صار في عندنا امراض اكثر. فاذا هذا الشيء اكيد صاروا عم يطلعوا فيه ودققوا فيه اكثر، بس لقوا انه في شغلتين كثير مهمين لحتى الام تستفيد من هذا الشيء. اولا بدها تكون رضاعه حصريه لمده 6 أشهر. شو يعني رضاعه حصريه؟ يعني هي بس. مزبوط، بدها الام ترضع رضاعه حصريه بدون ولا مي او ينسون او بدائل حليب الام لمدة 6 أشهر لحتى تستفيد من هذا الشيء، لأنه الأم المرضعة بيكون معدل هرمون الأستروجين عندها منخفض. اللي هو الهرمون الأنوثي. صح. اللي هو كمان الهرمون اللي كل ما يزيد أكثر كل ما بيصير عندنا سرطانات ثدي وسرطانات الأوفيريان كانسر أو المبيض أكثر. فهيدي سنين، يعني المرأة إذا رضعت اليوم حصرياً بخف عند الأستروجين وما بتكون عندها حتى دورة دموية، فهذا الشيء بيحميها. اوكي، والشغله الثانيه هي مده الرضاعه الطبيعيه، يعني غير انه بدها ترضع حصريا لحتى 6 أشهر بدها تكمل الرضاعه مع دخول الطعام الصلب اللي هو بنسميه كومبلمنتري فود، وتكمل الرضاعه لعمر السنتين. هذا شيء ممكن واحد يستغربه، بس هو هيك العالم، يعني احنا هلا بنستغربه بس نحن كل عمرنا نحن ربينا بهالطريقه. فاذا مدة الرضاعة الطبيعية وحصرية الرضاعة الطبيعية. 6 أشهر حصرية. نعم. وإلين سنتين اللي هو سنة وست أشهر. صح. تكون رضاعة مع الأكل اللي ممكن أكلها. مزبوط. وبتلاحظ إنه كل ما رضعت الأم سنين أكثر كل ما حمايتها من سرطان الثدي أخف. جميل. طب أنا شايفك جايبة ليمون وبيض و... مزبوط. هلأ أنا اليوم جبتهم لحتى نحكي أنه مزبوط نحن كلنا بنعرف عن أهمية الرضاعة الطبيعية، بس إذا بتفتش بتلاقي أنه معدل الرضاعة الطبيعية كتير منخفض. صار عندنا دراسات وعندنا أبحاث ولكن العالم ما عم بترضع. مزبوط. ليه؟ ممكن تتوقع عليه؟ تبينا نقول ليه؟ ايه. طب انا نفسي اخلي الناس يفكرون في ليه الين نشرح عن هذول. طيب. بعدين نقول لهم ليه. طيب. لانه انا فعلا نفسي اعرف ليه الام. صح. اللي هي اكثر رابط بينها وبين الطفل انها ترضعه. صح. ما بتعرف. في عزوف عن هذا الموضوع. مزبوط. نحن هون ما بدنا نلوم الام، بدنا نفكر بليه هي عم تعمل هذا الشيء. الام عم بتكون خايفه وما عندها ثقه بحالها وعم بتفكر انه هي ما عندها كميه حليب كافيه. لما يكون عندك بديل بتقول اوكي انا بعطي البديل وبضمن عشان يشبع ابني يعني. صح. في الاخير فهي اليوم بدها توثق بحالها. أيه. ولما العالم حواليها بيقولوا لها انه لا وحرام الطفل نننا بتصير هي بتخاف. فاذا لحتى تعرف هذا الشيء بدها تعرف شغله مهمه، انه كل ما رضعت اكثر كل ما يعني الطفل رضع منها كل ما بتزيد كميه الحليب، يعني هي بتخلق بكميه كثير صغيره. ولحتى تستفيد من هذا الشيء ويعلق براسه اكثر بدنا نعرف انه الطفل لما يخلق معدته بحبه الحمص هيدا حجمه او البندق. اللي هي كذا. مزبوط. فهي اول ما تولد الطفل بيطلع عندها صمغ، فبتخاف. هو هيك بيكون لونه اصفر وبكون سميك، بتفكر انه هذا مش حليب واكيد هذا ما حيكفي، ولكن هو حليب وبكفي واكثر من بكفي وكثير بيحمي معده الطفل وبيحميه من الحساسيه ومن الامراض والانتيبيات. هذه اول كم؟ هي اول يوم. اول يوم. صح. فهي تخاف تحس انها. مزبوط. أيه. سو شو بتعمل؟ بتعطي حليب بديل، بس لما تعطي حليب بديل هذا الشيء ما بخلي حليبها يجي بطريقه صحيحه، لانه هلا قلت لك كل ما طلب الجسم اكثر كل ما. صح. صح. فاذا هذا اول يوم، وبتصير كل يوم هو بيطلب منها اكثر ومن جسمها اكثر وبيرضع منها اكثر وهي بزيد حليبها اكثر، يعني بصير في تناسق يعني مثل الرقصه. ايه فهمت. كثير حلوه. فكل ما هي ترضع اكثر بتزيد، يعني على عمر العشر ايام تقريبا بتصير هي كميه الحليب اللي جسمها بيعملها وهو بيكون حجم معدته قد البيضة. التناسب طردي، كل ما زادت رضعت أكثر كل ما جاء حليب. مزبوط. أكثر وكل ما نام الطفل أكثر. صح. يعني لما تطلع هاي. عفوا بهذا الحليب حتنقص تقوليه خفيف مثل المي، بس هو فعلا بيكون خفيف مثل المي وبيتغير هو كافي. وحتى لو اجتمعوا كل العالم والباحثين بالعالم انه يقدروا يعملوا تركيبه حليب الام ما قدروا يعملوا، انه يقدروا يعملوا هذا الصمغ ما قدروا يعملوا قد ما هو مفيد. فاليوم هي بس بدها تداين وتثابر وتحافظ على انه خلينا رضعه ما تنقز لما هو يجوع. شو بصير مع الامهات؟
جاء بعد ساعة ونص الطفل بتقول إنه ما شبع، بس هو مش ما شبع، هو معدته كتير صغيرة، فشي طبيعي إنه هو يهضم بسرعة ويجوع بسرعة 100%. فهذا اللي حيصير، كل ما تكبر معدته أكتر بيصير هو يتحمل أكتر، فهذا هو الأشياء اللي بدها تضل ببالها. على الشهر تقريبا بيصير حجم معدته قد الليمونة الصغيرة مش الكبيرة، اللي هي تقريبا 100 ملليلتر، فمنه كتير. يعني الأم تتخيل إنه هي لازم تعمل لترين حليب بالنهار، وهو أبدا مش هيك. وهون للمقارنة بدي أقول إنه يعني حجم معدته على الشهر للبيبي أصغر من التفاحة المتوسطة. أصغر من التفاحة المتوسطة؟ نعم. فما تخاف الأم كتير وتفكر إنه. وبعدين في إنزيم في الأطفال اسمه أعتقد اسمه الرينين، اللي هو اللي يخلي تجبن الحليب في البطن، فالحليب من يوم يدخل بطن الطفل يتحول لجبن، فالكميات البسيطة هذه تبقى في المعدة أكثر. صح، حليب الأم بينهضم بطريقة أفضل، يعني هو بياخد مثلا 10 ملليلتر بيهضمون، بينما بديل حليب الأم بياخد 10 ملليلتر ولكن بس 5 بتنهضم والباقي بزعجوه. فاليوم يعني مثل شيء إفادة، يعني دواء كله نحن بنستعمله. طيب معلش، ليه مرة ثانية؟ ليه الأمهات، هو السبب اللي قلتيه أنت حضرتك إنه عشان هي تخاف من الكمية، صح؟ في أسباب ثانية أنت تشوفيها تخلي الأم ما يرضوا؟ نعم، كتير أوقات الأمهات بخافوا بيكون في وجع أو بيسمعوا إنه في أوجاع. هون بدنا نقول إنه الرضاعة الطبيعية أبداً أبداً ما مفروض توجع أو تحسس الأم بألم. إذا حست بألم فلازم ضروري تشوف أخصائية رضاعة طبيعية، حتى أو طبيب أطفال مختص بهذا الشيء. ممكن يكون في ارتباط باللسان عند الطفل، وساعتها ممكن تشوف طبيب مختص لحتى يشوف الموضوع. هذاك الشيء معلش، هذا الشيء بقول لك أنا لحتى شجع الأمهات وذكرهم لما يجوا لعندي. في كتير عندي أمهات بيجوا قبل ما يولدوا بيقولوا لي مينا شو نعمل، كيف بدنا نرضع، بكونوا خايفانين، فبعطيهم هذا الشيء ليتذكروا قد ايه معدة الطفل بتكون صغيرة وكيف تكبر يوم عن يوم، لحتى يعني يكون عندهم ثقة بحالهم أكثر. وقت أني تايم، يعني قد أي وقت الأم خايفانة أو حاسة إنه حليبها بكفي ضروري تحكي مع أخصائي. بس إذا فيني أقول بعد مسد صغيري، ده طبيعي بما إنه نحن عم نحكي عن الكانسر. هلأ عن جديد لقوا شغلة موجودة بالرضاعة الطبيعية بحليب الأم اسمه هاملت. فالباحثين بالسويد هلأ اكتشفوا إنه هالعنصر هاملت عم يقدر يقتل أكثر من 40 نوع سرطان. حتى عم بشوفوا هلأ إنه ممكن يعملوه دواء. فلأنه لما قارنوا الولاد اللي عم يرضعوا والولاد اللي مش عم يرضعوا، هون مهم المقارنة، لقوا أنه الولاد اللي عم يرضعوا عم بكون عندهم نسبة كانسر أقل. فنحن اليوم ما دايما نفكر أن الحليب يلا البديل منيح والحليب أحسن، يعني هو مو بس غذاء، هو غذاء ووقاية في نفس الوقت. 100%، حتى هو اللي بعزز مناعة الطفل، هو اللي بيبني له مش بعززه، هو اللي بيبني. هذا غير الترابط طبعا الحسي بين الأم والابن. وأنا صراحة في نهاية اللقاء أشكرك، شكرا، كفيتي وفيتي، وشكرا على السامبلز الحلوة اللي جبتيها، وإن شاء الله فعلا الأمهات يكونوا استفادوا من هذه النصيحة. شكرا لك ميرنا. شكرا.